دنيس. ها يا كريم يا رب الله. دنيس الله ينور ابو مريم. الصلاة على النبي. الله ينور يا ابوي. يا مع الغروب دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مسا. للأسف يوم اجازنا اللي احنا بنطلع نصطاد فيه طلع برضه في النوه، بس طلعنا والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله عملنا لكم فيديو حلو هيمتعكم بالنظر بالطبيعة، وبرضه ان شاء الله في ست سمك. خليكم معنا. سبحان الله يا جماعه، ده اخر ضوء في النهار، ده الغروب. سبحان الله، منظر رائع. السحب، بحر بدا يضل. اخر ضوء، الشمس كده نازله. الله ينور ابو مري. المايه كده نسيبه في الماء عشان يفضل حي. بنطعم بنفس الطريقه دي زيه زي الطعم البلدي بالظبط، بس انا بنسيب حته ايه من راسه. ده الفرق، ان بيبقى ليه راس. بنسيب حته من الراس كده وبنيجي ايه بطعم بيها بنفس المنظر ده كده. ان شاء الله شايفين الحته من الراس اهيت، ونجيب طعم كده. باينه معاك يا بسطه؟ طعمي. يا كريم يا رب. والارزاق بيد الله. الله كريم ويومنا جميل ان شاء الله. السمكه ماسكه الدار. على البر. يلا خير يا كريم. الله كريم.
صلى على النبي يا ابو يحيى. الله ينور. مبدئيا كده قاسمين على السيجاره ماشي. نزلنا دلوقتي بسبحه ايه؟ عاملين سبحه لقاروص ثلاث صناميل. تمام؟ السبحه زي ما انتم شايفينها اهي. الخيط الاساسي اللي موجود في السبحه ده خيط 40. تمام؟ وعامل ثلاث صناميل. الصناميل مفضل كتير شويه، خمسه. الصناميل ده ايه؟ هو السمك رفيع بس ان شاء الله بتاع 20 في الباخ ايه؟ لما دخل عليها رفيع ان شاء الله هيدخل عليها كبير. خليكم معانا. الله ينور يا ابويا. الله ينور يا ابو يحيى. ارجع يا مسطره. كريم يا رب. امين يا رب. ربنا ييسر الامر. الله ينور يا ابويا. بص السمكة يا جماعة سوية. ده صورتنا. الله ينور يا ابويا. ربنا يرضينا السعادة بقى. صلى على النبي. السمكة ايه؟ عندي احساس ان السمك هيبقى هنا عشان الهواء، عشان الزفر اللي احنا رميناه. الله ينور. يبقى فعلا ايه السمك ان شاء الله خير يا كريم يا رب. يا كريم يا رب ان شاء الله خير يا شباب. السلام عليكم. والله ينور. ما شاء الله. لا لسه لسه. لا لسه لسه موجود. ضاعت. دي نهاية الفيديو يا جماعة. إن شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم. تحياتي ليكم أخوكم سامح الخالقة. ده الرزق اللي ربنا كرمنا بيه، يعني خدنا عليه برضو كمان سمكتين حلوين تانيين، يعني بفضل الله إيه ربنا كرمنا اترضينا والحمد لله رب العالمين. بإذن الله برضو أنا لسه مكمل في المكان دوت لأن لسه ما جبتش آخره، وإن شاء الله يكون اللي جاي أحسن. تحياتي ليكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.